مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم مجدداً في مراجعة نهائية لمادة اللغة العربية لاختبار منتصف الفصل الدراسي الأول، وبإذن الله تعالى سنقوم بمراجعة هذه المادة من خلال محاورها المختلفة، وسنبدأ بالمحور الأول وهو محور الحفظ. كما هو معلوم لديكم أن الطالب مطالب بحفظ عدد من الأبيات في قصيدة دعوة إلى السلام. أنت عزيز الطالب مطالب بحفظ المقطع الأول والمقطع الأخير، وفي قصيدة في يوم بدر أنت مطالب بحفظ المقطع الأول والمقطع الثالث من القصيدة. لكن ما سيأتيك في الاختبار هو أن يطلب منك أن تكتب بيتين من أحد هذه المقاطع، لذلك يجب عليك عزيز الطالب أن تقوم بحفظ جميع المقاطع المطلوبة منك، ولا تعلم ما هي المقاطع التي ستأتيك إلا في الاختبار، لذلك استعد جيدا. ننتقل إلى المحور الثاني وهو محور القراءة والمفردات. من مواصفات الاختبار عزيزي الطالب أن نحضر لك نصا نثري معلوماتي وعليه عدد من الأسئلة، وأنا أحضرت لكم هذا النص كمثال وهو يختلف عما في الاختبار. فما هي الأسئلة التي يمكن أن نطرحها على مثل هذا النص؟ لكن قبل الإجابة يجب أن تنتبه إلى الملاحظات التالية. أولا، يجب على الطالب قراءة النص قراءة متأملة، يعني يجب أن تقرأ هذا النص قراءة فاحصة بحيث تتعرف إلى الأفكار الرئيسة فيه، ويمكن بعض المعاني التي قد تكون مرت بك سابقا أو المعاني الجديدة. دعونا نقرأ الآن هذا النص معا. النص بعنوان خلق الإنسان: إن المتأمل في خلق الله تعالى يجد ما يبهر العقول، وكيف لا ينبهر وهو يرى أعظم خلق الله وهو الإنسان. ولقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وأجمل صورة، فنضق الطين وعقل وفهم بقدرة الخالق العظيم جل جلاله. ويؤكد علماء الكيمياء أن جميع العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان موجودة في التراب، ويمر الإنسان في رحلة الخلق بثلاثة أطوار: الطور الأول ويسمى مرحلة التخلق الأول، ويمر فيها الجنين بمرحلة النطفة المخلقة، وفيها يقدر العلي القدير نوع الجنين وحياته سعادة أم شقاء. الطور الثاني مرحلة التشكيل، وتبدأ قبيل اليوم السابع وحتى بعيد الأسبوع الثامن، وفيها تتكون العلقة ثم المضغة، ثم تتكون العظام واللحم والعضلات. قال تعالى: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الطور الثالث التصوير ونفخ الروح، وتبدأ هذه المرحلة من الأسبوع التاسع، وفيها يميز الجنين ذكرا أم أنثى، وتصبح الأعضاء والأجهزة
مهيئة للقيام بوظائفها بعد الولادة. عزيز الطالب، وبعد هذا الإيضاح لا يسعنا إلا أن نوحد الخالق العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا النص كما ترون أعزائي الطلاب يتحدث عن خلق الإنسان، فما الفكرة الرئيسة فيه وما هي الأفكار الرئيسة التي يمكن أن نتحدث عنها لاحقا؟ لننطلق معا إلى السؤال الأول، وهذا السؤال يختص بمعاني المفردات والمترادفات، وغالبا ما يسأل عنها الطالب في أي اختبار لمادة اللغة العربية. أولا، ما مرادف الكلمة التي تحتها خط في الجملة الآتية؟ وهذه الجملة مأخوذة من النص الذي تمت قراءته سابقا. الجملة تقول: ويمر الإنسان في رحلة الخلق بثلاثة أطوار. ما المراد بكلمة أطوار؟ أو ما مرادف كلمة أطوار؟ هل هي أعمال، أسباب، أم مراحل، أم مجال؟ قد يأتي السؤال بشكل آخر على المترادفات. مثال نأخذ هنا: يرتدي الرجل معطفا سميكا. والسؤال هنا بطريقة أخرى يقول: أي الجمل الآتية وردت فيها كلمة ترادف ما تحته خط في الجملة السابقة؟ والكلمة التي تحتها خط كما ترون أعزائي الطلاب هي كلمة سميكا، فأي جملة فيها كلمة ترادف كلمة سميكا؟ هل هي السور المتين، الشجر اليابس، البرج العالي، السقف المرفوع؟ كلمة سميك ما معناها؟ هل هي متين، يابس، عال، مرفوع؟ ما رأيكم؟ الإجابة الصحيحة هي السور المتين. السؤال الذي يليه، وهذا من الأسئلة المعروفة والتي يجب أن يسأل عنها الطالب في أي نص نثري، والسؤال يقول: ما الفكرة الرئيسة؟ وانتبه هنا، في الفقرة الأولى من النص، وقد يطلب الفقرة الثانية، وقد يطلب الفقرة الثالثة، وقد يطلب الفكرة الرئيسة في النص كله. فلو عدنا بالذاكرة إلى النص الذي قرأناه، في الفقرة الأولى هل يتحدث عن خلق الله للإنسان في أحسن صورة؟ أم عن وظائف الأعضاء ودورها في جسم الإنسان؟ أم عن تكون اللحم والعظام في جسم الإنسان؟ أم عن الجنين، متى يكون ذكراً ومتى يكون أنثى؟ لو عدنا بالذاكرة لوجدنا الإجابة الصحيحة هي: يتحدث عن خلق الله للإنسان في أحسن صورة. ننتقل للأسئلة التي تليها: ما غرض الكاتب في هذا النص كما قرأنا يا شباب؟ هل هو تعريف القارئ بمراحل خلق الإنسان؟ أم توجيه القارئ إلى أسباب السعادة والهناء؟ أم دعوة القارئ لشكر الله على ما أنعم عليه؟ أم توجيه القارئ إلى دراسة مكونات جسم الإنسان؟ ما رأيكم؟ ما الغرض؟ وجدنا في النص كما قرأتم سابقا أن النص معلوماتي، يعني يحتوي على معلومات علمية دقيقة، فالغرض من هذا النص هو تعريف القارئ بمراحل خلق الإنسان والتي سميناها أطوارا. إذن الأطوار هي مرادف لكلمة مراحل. ننتقل للسؤال الذي يليه:
يقول: أخرج من الجملة الآتية أسلوباً خبرياً وآخر إنشائياً. وهذه الجملة مأخوذة من النص المعلوماتي، وأنتم تعلمون أن الأسلوب الخبري هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. فعندما أقول حضر محمد، هذا أسلوب خبري، قد يكون محمد حضر وقد لا يحضر محمد، فهو يحتمل الصدق أو الكذب، لذلك نقول عنه أسلوب خبري. أما الأسلوب الإنشائي كما تعلمون سابقا هو الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب، ولا نستطيع أن نحكم عليه بالصدق أو الكذب. ما هو الأسلوب الخبري وما هو الأسلوب الإنشائي؟ الأسلوب الخبري هو إنه الإنسان. عندما تخبرني أن أعظم خلق الله الإنسان، قد يكون وقد لا يكون، إذن هذا أسلوب خبري وهذه جملة خبرية. أما بالنسبة إلى الأسلوب الإنشائي كما تعلمون فيأتي على أنواع عدة، دعونا نستذكرها سريعا. أولا الجملة الاستفهامية أو أسلوب الاستفهام، ثانيا أسلوب الأمر، ثالثا أسلوب النهي، وأيضا أسلوب التعجب وأسلوب النداء وغيرها من الأساليب. هذه كلها هي أساليب إنشائية. وهنا نلاحظ أنه ورد لدينا أسلوب إنشائي وهو أسلوب الاستفهام، وكيف لا ينبهر وهو يرى أعظم خلق الله. إذن الإجابة الصحيحة هي هذه الجملة: كيف لا ينبهر وهو يرى أعظم خلق الله. ننتقل أعزائي الطلاب إلى السؤال الذي يليه. ما زلنا في محور القراءة والمفردات. اقرأ العبارة التالية وهي أيضا مأخوذة من النص المعلوماتي: فنطق الطين وفهم وعقل بقدرة الخالق العظيم جل جلاله. ما نوع الصورة الخيالية في العبارة السابقة؟ تعلمون أن الكتاب والأدباء قد يستخدمون ألفاظا في غير موضعها، وينتج عن ذلك ما يسمى بالصورة الخيالية أو الصورة الأدبية أو الصورة البلاغية. فانظر عزيزي الطالب إلى هذه الجملة، فيها موضع بلاغي أو صورة خيالية. وقبل أن نجيب على هذه الجملة دعونا نستذكر أنواع الخيال. فما هي أنواع الخيال؟ أنواع الخيال متعددة، منها التشبيه والاستعارة والمجاز وغيرها. والتشبيه كما تعلمون ينقسم إلى أقسام، منه التشبيه المفرد وأيضا له أربعة أنواع، والتشبيه التمثيلي، والتشبيه الضمني الذي سندرسه في الفصل الدراسي الثاني، وأيضا لدينا الاستعارة وهي عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفين، وتنقسم إلى قسمين: استعارة مكنية وهي التي حذف منها المشبه به، واستعارة تصريحية وهي التي صرح فيها بالمشبه به. ما رأيكم؟ هل هو تشبيه؟ هل هو تشبيه تمثيلي؟ هل هو تشبيه مفرد؟ هل هو استعارة مكنية أم تصريحية؟ كما تعلمون أن الطين كما قلنا لا ينطق. من الذي ينطق؟ هو الإنسان. إذا شبه الطين بالإنسان وحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى المشبه، إذ التشبيه هنا والصورة الخيالية هي استعارة مكنية. استعارة ماذا يا شباب؟ استعارة مكنية.
لأن المشبه به قد حذف. ننتقل إلى الأسئلة التي تلي هذا السؤال. أيضا ما زلنا في محور القراءة والمفردات، ولدينا نص شعري وأبيات من قصيدة في يوم بدر لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، ثم سنجيب عن الأسئلة التي تلي هذا النص. ويقول حسان بن ثابت: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الرق القشيب، تعاورها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمسد يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب. هذه الأبيات الأربعة الأولى من قصيدة في يوم بدر درسناها سابقا، وأيضا شرحناها في داخل الصف وأيضا في الفيديو عبر منصة المدرسة. السؤال الأول أيضا على المترادفات: ما مرادف كل من الكلمات التي تحتها خط في القصيدة؟ والكلمات التي تحتها خط هي، نريد أن نستذكرها معا، الكلمات هي الوسمي والمقصود بها مطر الربيع، ورسمها والمقصود بها آثارها، ويبابا بمعنى خرابا. ننتبه أعزائي الطلاب إلى مرادف كل من هذه الكلمات ونستذكرها جيدا. ننتقل للسؤال الذي يليه، أيضا سؤال عن الفكرة. وقلنا بإمكاننا أن نطرح سؤالا عن النص كاملا أو القصيدة كاملة حول الفكرة، يعني ما الفكرة الرئيسة في القصيدة كاملة، وما الفكرة الرئيسة في المقطع الشعري، وأيضا أستطيع أن أحدد الفكرة الرئيسة في البيت الواحد. لذلك طرح هذا السؤال: ما الفكرة الواردة في البيت الثاني؟ هل هي تذكر الديار يسبب الألم والحزن للشاعر، أم صارت الديار خرابا بعد رحيل أهلها، أم أنها آثار الديار تشبه كتابة الحروف على الجلود، أم أن الرياح والأمطار سبب تغير الديار؟ لو عدنا إلى البيت الثاني لوجدنا أنه يتحدث عن أن الرياح والأمطار هي سبب تغير الديار. إذن الإجابة هي الإجابة الأخيرة: قال الشاعر: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الرق القشيب. ما نوع الصورة البيانية فيما تحته خط في البيت السابق؟ كما هو معلوم لدينا التشبيه الضمني والتشبيه البليغ والاستعارة والتشبيه التمثيلي، وتعرفتم إلى الفرق بين التشبيه والتشبيه التمثيلي والاستعارة. ديار زينب وهي في الصحراء كخط الوحي في الرق القشيب، وخط الوحي بمعنى كتابة الحروف، والرق القشيب أي الجلود. هو يشبه صورة ديار زينب وهي في الرمال ككتابة الحروف على الجلود. إذن لدينا هنا تشبيه صورة بصورة، والتشبيه الذي يكون فيه المشبه والمشبه به صورة بصورة مع وجود أداة التشبيه يسمى التشبيه التمثيلي. إذن الإجابة هي تشبيه تمثيلي. ننتقل إلى المحور الذي يليه وهو القضايا الأدبية. درسنا معا في بداية هذا الفصل الأدب في العصر الجاهلي، وتعرفنا على الأغراض الشعرية التي كتب فيها الأدباء في العصر الجاهلي، وقلنا أن أكثر هذه الأغراض انتشارا في العصر الجاهلي
هو غرض ماذا يا شباب؟ هو غرض الوصف. والسبب في ذلك أن الشاعر في العصر الجاهلي كان يصف كل ما تقع عليه عيناه. السؤال الذي يليه: بما كانت تبدأ القصائد الجاهلية؟ تعلمون أن القصائد في العصر الجاهلي كان لها نهج خاص وأجزاء محددة، فقد كانت تبدأ هذه القصائد بماذا يا شباب؟ كانت دائما تبدأ بالوقوف على الأطلال وذكريات المحبوب. والوقوف على الأطلال بعض النقاد يسميها المقدمة الغزلية، وبعضهم يسميها المقدمة الطللية أو الوقوف على الأطلال. إذن كانت القصيدة في العصر الجاهلي تبدأ دائما بالوقوف على الأطلال. ثم بعد ذلك الجزء الثاني يتحدث الشاعر عن الرحلة والراحلة، يصف فيها الرحلة والراحلة، ثم الغرض الرئيس من القصيدة، ثم بعد ذلك ينهي قصيدته بالحكمة وتجاربه وخبرته في الحياة. إذن الإجابة الصحيحة ما هي يا شباب؟ أن القصائد في الجاهلية كانت تبدأ بالوقوف على الأطلال. ننتقل إلى السؤال الذي يليه، وأيضا هذا السؤال من عصر صدر الإسلام. انقسم النقاد تجاه الشعر في عصر صدر الإسلام إلى قسمين. تعلمون أن مرحلة الانتقال من العصر الجاهلي إلى عصر صدر الإسلام شابها كثير من التغيير، ومن ضمن هذا التغيير الأدب وخاصة الشعر. فبعض النقاد قالوا أن الشعر في صدر الإسلام قد ضعف وتراجع، لأن المسلمين قد انشغلوا بالغزوات والحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني قال لا، عارضهم في ذلك وقال أن عصر صدر الإسلام كان عصر تطور وازدهار للشعر، والدليل على ذلك أن هناك أغراضا شعرية قد ظهرت في عصر صدر الإسلام. وقد تبنى الموقف الأول عدد من النقاد على رأسهم ابن سلام الجمحي، وأيضا تبنى الرأي الثاني عدد من النقاد على رأسهم الدكتور الناقد شوقي ضيف. إذن للإجابة على هذا السؤال نقول: قسم يرى أن الشعر ضعف وتراجع، ومنهم ابن سلام الجمحي، وقسم يرى أن الشعر قد تطور وازدهر وعلى رأسهم الدكتور شوقي ضيف. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الذي يليه: من أبرز الأغراض الشعرية التي هجرها الشعراء في صدر الإسلام. تعلمون أن الشعر قد تأثر عند مجيء الإسلام، فقد هجر كثير من الشعراء أغراضا تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، أي هجرها بمعنى تركها فأصبحوا لا يكتبون فيها. ما هي أبرز هذه الأغراض؟ هل هو شعر الدعوة، الغزل الفاحش، الحث على نصرة الدين، الغزل العذري؟ واضح تماما أن الذي يتنافى مع مبادئ الإسلام هو الغزل الفاحش الذي يصف فيه الشاعر جسد المرأة. اختفى هذا الغرض عند مجيء الإسلام وهجره الشعراء. ننتقل إلى السؤال التالي: مصطلح يستخدم للدلالة على السنوات الأولى للإسلام، هل هو العصر الأموي، العصر العباسي، العصر الجاهلي، أم عصر صدر الإسلام؟ تعلمون السنوات الأولى من قيام الإسلام تسمى بماذا يا شباب؟ تسمى بصدر الإسلام. أحسنتم. وكما هو واضح لديكم، الغرض الشعري الجديد الذي ظهر في صدر الإسلام هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى السؤال الذي يليه:
نبدأ الآن بالحديث عن المحور التالي وهو الكلمة والجملة، النحو والصرف. السؤال الأول: مثل في جملة مفيدة لما يأتي. وعندما نقول يا شباب جملة مفيدة، يجب أن تكون جملة تامة المعنى، ليس فقط أن نكتب فعلا على وزن استفعل أو فاعل أو أفعل. نريد أن نضع هذا الفعل في جملة، وهذه الجملة تكون مفيدة وصحيحة في نفس الوقت. نريد أولا استفعل التي تفيد الطلب. وكما تعلمون في درس صيغ الأفعال المزيدة، وجدنا أن استفعل تأتي وتفيد ثلاثة أشياء: أولا تأتي للطلب، ثانيا تأتي للتشبيه أو التشبه، وثالثا تأتي للتحول. هنا مطلوب نريد كلمة على وزن استفعل للطلب. نقول: استغفر المؤمن ربه، بمعنى أن المؤمن قد طلب المغفرة من ربه، فهنا استغفر يفيد الطلب. الثانية: فعل للمشاركة. كثير من الأفعال تأتي على وزن فعل وتفيد المشاركة، وأنتم تعلمون أن هذا الفعل وهذه الصيغة تحتاج إلى طرفين لأداء الفعل. فنقول: صافح الرجل صديقه، فصافح هنا تدل على المشاركة بين اثنين، فلا يمكن أن يصافح الرجل وحده دون أن يكون هناك شريك في المصافحة، لذلك نقول فعل تفيد المشاركة. نريد استفعل للتشبه، وهو أن يتشبه شيء بشيء آخر، كما نقول استأسد الجندي في المعركة، واستأسد هنا بمعنى تشبه الجندي وقاتل كالأسد في المعركة. التي تليها: أفعل للتعدية، ومعنى التعدية هنا أن هذه الصيغة تحتاج إلى ما يتمم الجملة حتى يتم المعنى وهو المفعول به، فتعدى الفعل بسبب هذه الزيادة من الفاعل إلى المفعول به، لذلك نقول أفعل تفيد التعدية. هذا السؤال الأول من مجال الكلمة والجملة. السؤال الذي يليه: أي الجمل الآتية ورد فيها فعل من أفعال التهوين؟ هل هي الجملة الأولى: ظننت الأمر معقدا؟ أم الجملة الثانية: خلت الجو صافيا؟ أم الجملة الثالثة: جعلت الطين حجرا؟ أم الجملة الرابعة: زعمت المسألة سهلة؟ هل هي ظن، خال، جعل، زعم؟ أي هذه الجمل تفيد التحويل؟ تعلمون أن الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فما الفعل الذي يفيد التحويل؟ هل هو ظن، خال، أم جعل، أم زعم؟ هو الفعل جعل. وستلاحظون أن الطين انتقل من مرحلة الليونة إلى مرحلة القساوة، فهذا تحول، فالفعل جعل يفيد التحول، كما نقول مثلا جعل النجار الخشب أثاثا، أو الخشب بابا، وهكذا. ننتقل إلى الأسئلة التي تلي ذلك. إذن هذه هي الإجابة. أما السؤال الذي يليه: أجب حسب المطلوب أمام كل جملة وغير ما يلزم. إذا نريد أن نجيب على المطلوب ثم نغير ما يلزم، والتغيير قد يكون بإدخال كلمة أو حذف أو تغيير حركة، فلننتبه إلى ذلك أعزائي الطلاب. الحق ظاهر، هذه جملة اسمية، والسماء صافية أيضا جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. نريد أن ندخل على هذه الجملة
فعلا من أفعال اليقين ونغير ما يلزم. فماذا نقول أعزائي الطلاب؟ ما هي أفعال اليقين؟ أفعال اليقين علمت ورأيت ووجدت. نأخذ أحد هذه الأفعال وندخلها على هذه الجملة فنقول رأيت الحق ظاهرا، أو هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إذا هذين المفعولين الحق ظاهرا أصلهما ماذا؟ مبتدأ وخبر في الأصل، فعندما دخلت عليه رأى وهي رأى القلبية نصبت المبتدأ وأصبح يعرب مفعول به أول للفعل رأى، ونصبت ظاهرا اللي هو الخبر سابقا وأصبح يعرب مفعول به ثاني للفعل رأى. ننظر إلى الجملة الثانية، السماء صافية، أدخل على الجملة فعلا من أفعال الرجحان. ما هي أفعال الرجحان؟ ظن وحسب وزعم. نريد أن ندخل أحد هذه الأفعال على هذه الجملة الإسمية ونغير ما يلزم. فماذا نقول؟ ظن المسافر السماء صافية. أيضا كما تلاحظون أن ظن دخلت على الجملة الإسمية فنصبت المبتدأ وأصبح يعرب مفعولا. ننتقل إلى المحور الآخر وهو ما يخص البلاغة. حدد نوع التشبيه في قول الشاعر يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. نحن نعلم بأن التشبيه يحتاج إلى مشبه ومشبه به، لكن لو نظرنا إلى المشبه يهز الجيش حولك جانبيه، وهنا الشاعر يصور القائد وحوله أو على جانبيه جيشه يتحرك. إذن لدينا أكثر من صورة في هذا المقطع والذي نسميه المشبه. وأيضا في الجانب الآخر في المشبه به هناك عقاب ويحرك جناحيه. إذن هذه صورة بصورة، فعندما نقول أن تشبيه صورة بصورة، صورة القائد وحوله الجيش يحرك جانبيه كصورة العقاب وتحرك جناحيها، أو كصورة العقاب يحرك جناحيه، هذا نسميه تشبيه ماذا يا شباب؟ تشبيه تمثيلي. ننتقل للسؤال الذي يليه. قد يأتيك السؤال بطريقة أخرى، عين المشبه به في قول الشاعر. يعني لم نسأل عن نوع التشبيه ولم نسأل عن شيء آخر، نحن نسأل عن المشبه به. هنا انظر، هنا المشبه به، هل هو الطرف الأول أم الطرف الثاني من التشبيه؟ أحسنتم، هو الطرف الثاني من التشبيه. إذا المشبه به هنا ما هو يا شباب؟ هل هو مثار النقل أم رؤوسنا أسيافنا ليل تهاوى كواكبه؟ نعم، هذا هو المشبه به، وهو ليل تهاوى كواكبه. إذا شبه المثار الناقع وهو غبار المعركة بالليل، نختار الخيار ليل تهاوى كواكبه. ننتقل أخيرا إلى المحور الأخير وهو الكتابة. والمقصود بالمقال الإقناعي هو مقال يهدف كاتبه إلى التأثير في القارئ وإقناعه بوجهة نظر معينة في موضوع معين، مداعما ذلك بالأدلة. السمات البنائية للمقال الإقناعي: أولا العنوان، يجب أن يكتب الطالب عنوان يعبر عن المضمون ويتناسب مع موضوع المقال. أما المقدمة فتتضمن وجهة نظر الكاتب لكن دون تفصيل، ومن شروطها يجب أن تكون موجزة وتشتمل على الموضوع، وأيضا تكون لافتة للانتباه، وقد تستخدم فيها الأسئلة المثيرة أو مقولة مشهورة أو قصة قصيرة لتكون مدخل إلى الموضوع. أما بالنسبة إلى العرض، والعرض يتم فيه عرض وجهة نظر الكاتب والأدلة والحجج التي تظهر
أو التي تظهر صحة رأيه. وأيضا يمكنك في العرض أن تستشهد بالآيات الكريمة، بالأحاديث النبوية الشريفة، بالأبيات الشعرية، بالمقولات المشهورة وغيرها. أما بالنسبة إلى الخاتمة وفيها الخلاصة، وأيضا يمكن أن يؤكد الكاتب فيها على وجهة نظره، وأيضا يكتب توصيته في هذا الموضوع، فيجب أيضا أن تكون موجزة وأن تشتمل على الخلاصة والتوصية، وأن تكون موجهة للقارئ في المقام الأول. إذن أعزائي الطلاب، هذه الأصول الفنية لكتابة المقال، ويمكن بعد ذلك أن نهتم بأمور أخرى مثل علامات الترقيم، وأيضا الأصول الفنية للكتابة. فيجب عليكم أعزائي الطلاب، هذا سؤال مهم وعليه 10 درجات، فيجب عليكم أعزائي الطلاب أن تهتموا أولا بالأصول الفنية لكتابة المقال، ثم الابتعاد عن الأخطاء الإملائية. وسيأتيك هذا الموضوع في حدود 10 أسطر، يعني أن لا تقل الموضوع أو أن لا يقل الموضوع عن 10 أسطر. يجب عليك أن تكتب مقالا تقنع فيه صديقك بأهمية الشباب في المجتمع وما دور الشباب في المجتمع، ويجب أن تراعي خصائص النص الإقناعي، ويجب أن توظف علامات الترقيم المناسبة، ويجب أن تخلو من الأخطاء النحوية والإملائية. إلى هنا أعزائي الطلاب، نكون وصلنا إلى نهاية مراجعة مادة اللغة العربية لاختبار منتصف الفصل الدراسي الأول. على أمل اللقاء بكم مرة أخرى، أستودعكم الله. وقبل ذلك أوصيكم إن شاء الله بالتركيز في الاختبار، وأدعو الله دائما أن يوفقكم وأن يعني يجعلكم تحققون النتائج المرجوة بإذن الله تعالى. جدوا واجتهدوا وبالتوفيق إن شاء الله. أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.